الأولى في تعميمها على جميع أقضية محافظة نينوى ونواحيها، تم افتتاح أول دائرة لشؤون البطاقة الوطنية الموحدة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، حيث لا تزال أغلب دوائرها الخدمية تعاني من نقص الخدمات وضعف الخدمات. بعد تأخر نينوى في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، عادت لتفتتح أول مراكزها في دائرة الأحوال المدنية في الجانب الأيسر من الموصل، كخطوة أولى لتعميمها على جميع أقضية ونواحي المحافظة. تم افتتاح أول دائرة للبطاقة الوطنية في المحافظة، وهي دائرة البطاقة الوطنية للقضاء الموصل الأيسر، وسيتم استقبال المواطنين اعتبارا من يوم الأحد القادم، وذلك من خلال برنامج سنعلن عنه بعد قليل، رابط الحجز، يحجز المواطن إن شاء الله ويأخذ موعد وراح يراجع يوم الأحد وراح يلاقي الدائرة فيها كل التسهيلات لإصدار البطاقة الوطنية. البطاقة الوطنية الموحدة ستكون كفيلة بالإحصاء السكاني وكشف حالات الفساد والتزوير، فضلا عن الجوانب الأمنية في تدقيق ملفات المواطنين. البطاقة الوطنية الموحدة اللي راح تختزل الكثير من الروتين عن المواطنين في المحافظة بالاستغناء عن المستمسكات الورقية ببطاقة موحدة. طبعا عانت ما عانت نينوى الكثير. اليوم هذه احد الرسائل ان نينوى بدأت تعود وتنهض وتعالج مشاكلها. هذه البطاقة الوطنية الموحدة اللي تخدم كل ابناء محافظة نينوى من اصدار المستمسكات اللي مطلوبة وعدم تضخيم الأمور باتجاه المستنسخات الأخرى. أكثر الدوائر الخدمية في نينوى لا زالت متأخرة عن مواكبة مثيلاتها في المحافظات الأخرى لما شهدته من أحداث أثرت على واقعها، مع الإهمال الحكومي في دعمها. وافتتاح دائرة للبطاقة الموحدة قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.